طاب مساكم يا اهل الديره الطيبين المحبين المتسامحين المتكاتفين. الله يحفظ هالديره باميرها وحكومتها وشعبها من كل مكروه ومن كل شر قولوا امين رب العالمين. تدرون يا اهل الديره ان مجتمعنا الكويتي والخليج والوطن العربي وفي العالم كله دائما في كل هالمجتمعات اللي ذكرتها الشباب يكونون فيها نسبه اكثر من الفئات الباجيه يعني مثل احنا في الكويت عندنا النسبه 60% اذا مو قلطانة او اكثر شوي. هذول الشباب 60% في المجتمع الكويتي هم صناع المستقبل. هم قادة المستقبل، هم ازدهار وتقدم البلاد. بـ بـ آه لما الواحد الحكو او الحكومة تحتويهم آه شلون تطلع مخرجات كويتية ناضجة راشدة في سوق العمل، لأن احنا دائماً عندنا شكوى آه ما في آه تعاون ما ادري والله شنو الكلمه اللي استخدمها دائما يدخلون الشباب يتوجهون توجهات مثلا انسانيه بكميات وبعداد كبيره ويكون سوق العمل محتاجين هم في في في, في مجالات ثانيه فهني يصير تضارب فنشوف المؤسسات الحكوميه يصير فيها تكدس لان ما في توازن ولا في توافق مع مخرجات جامعه الكويت ومع ما يحتاجه سوق العمل هذه النقطة جدا مهمة يا أهل الديرة خاصة في وجود خطة تنمية الآن للمستقبل يمكن ل 2035 أو ما أدري أكثر محتاجين إذا هؤلاء الشباب من يأخذ بإيدهم سواء من المؤسسات الحكومية بحيث أنه يدفع فيهم إلى العمل في القطاعات الخاصة كثير عندنا من الشباب ياهل الديره يرفض العمل في القطاع الخاص خاصه بعد الازمه الاقتصاديه اللي صارت قبل سنتين وما زلنا الى الان نعاني من هذه الازمه وسموا نفسهم او ملت... تكتلات شبابيه اطلقت على نفسها المسرحين ويطالبون بحقوقهم. الخوف من القطاع الخاص هذا مرهون امر مرهون مع الحكومه ومع السلطه التشريعيه تنحط اليه تنحط شروط تنحط قواعد علشان كيف نساعد وناخذ بيد هذول الشباب انهم يثقون في القطاع الخاص حتى ينتجون وحتى ينجزون، حتى يبدعون، حتى يبتكرون. احنا عندنا الان كثير من الشباب يتوجه الى القطاع الحكومي سواء بنات او اولاد، تسالهم ليش؟ يقول لك والله احسن لي نحن القطاع الحكومي اضمن. اضمن بشنو؟ يقولك اضمن بالراتب وان الترقيه جايت لي جايت لي، انا اشتغلت ولا ما اشتغلت، ابى ولكن القطاع الخاص يختلف الوضع تماما. ما في هذا ولد فلان، هذا ولد علان، هذا ولد خالتي، هذا من طائفتي، هذا من قبيلتي، هذا من منطقتي ما عندهم. هذه ميزه يا اهل الديره من الميزات اللي موجوده في القطاع الخاص اللي اللي هو شغلك يوصلك. اليوم الضيف اللي عندنا يا اهل الديره يعمل في مؤسسه مؤسسه التامينات الاجتماعيه بعد الفاصل راح تعرفونه له دور كبير في تدريب هؤلاء الشباب المتخرجين وتاهيلهم في بين قوسين ما راح اقول انا ولا احب احرق الموضوع لكن بعد الفاصل اللي يحب يشاركني ويسال الضيف الكريم عندكم البار اللي تحت في ارقام تسالون عن عيالكم حياكم الله لكن مو الحين بعد الفاصل نطلع فاصل ونرجع لكم <applause> رجعنا لكم يا اهل الديره الطيبين رحبوا بضيفي وضيفكم الدكتور عبد الله اكبر مدير برنامج تدريب وتاهيل الكويتيين حديث التخرج في مجال نظم وتقنيه المعلومات بالتعاون مع شركه اي بي ام العالميه اهلا وسهلا فيك أهل دكتور اهلا اهلا فيك وارحب بالمشاهدين وبالاخص مشاهدين قناه الشاهد تسلم لي مشكور الله يسلمك الله يسلمك, الله يسلمك على تلبيه الدعوه ما قصرت يا دكتور حياك الله حياك الله اليوم ان شاء الله اهل الديره راح يستفيدون من الاراء والافكار اللي راح تنطرح الليله من خلال حلقه اليوم. انا عرفتك دكتور مدير برنامج تدريب وتاهيل الكويتيين حديثي التخرج في مجال نظم وتقنيه المعلومات. زين؟ وهذا الكتيب وانت كنت داخل التلفزيون أعطتني اياه. احنا بدنا ما نقرا وانت مدير موجود احنا نبيك تتكلم وتقول حق الديره مقدمه عن هالبرنامج هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. البرنامج في الواقع طبعا تعقيد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الناس ماخذين فكرة عن التأمينات الاجتماعية بس مسألة تقاعد إنه أيوة. بعد مرحلة عمرية في الخدمة بعد مرحلة عمرية وخدمية يخدمها في الدولة خلاص تحول ملفه إلى التأمينات ويعطونا فلوس وهذا لكن مدير عام المؤسسة طبعا سيد فهد الرجعان كان عنده طبعا رؤية سابقة من قبل أنه هو أيضا كان عندنا برنامج سابق نجري في نيويورك اسمه عن طريق وفرة نيويورك ندرب حوالي مدربين تقريبا البرنامج مدته 13 صار الحين 13 سنة وندرب في الكويتيين طبعا اللي حاصلين على درجات امتياز والآن يخدمون في خرجنا حوالي 70 واحد عن طريق آه بشركه وفره آه نيويورك ندرب هذا فمدير العام قال تعالوا يا احنا بدل ما احنا نهتم في الموظف في اخر شيء خلينا نهتم في في بدايه مرحله عمله احنا قاعد ناخذ الناس بعد ما ينتهون من العمل خل نروح نرجع شويه ورا قبل لا يلتحق حديث بالعمل حديث اي نعم خارج. تو متخرج ودنا احنا الان نعطيه دوره يقدر يروح وينافس و ونبرز هالشباب هذا في الواقع اللي هو مجتمع الكويت طبعاً يعتبر من المجتمعات الشبابية من نعم. المجتمعات الشبابية. وفي تخصص نظم نظم المعلومات في تخصص نظم المعلومات إيه؟ طبعاً التكنو في تخصص في نظم المعلومات في مجال نظم المعلومات نعم. أن عن عن إيه؟ في تخصص نقدر لجن... يعني هو بالواقع اللي تخصصه كمبيوتر حاسب آلي هندسة كمبيوتر يقدر ينظم له البرنامج طبعاً إيه؟ هذا هاي يعني هالمؤسسة... جيل هندسة نقدر نقول نعم. قسم الكمبيوتر إيه؟ لأن أكو والحين راح نتكلم عنه، التأمينات أخذت بس هالجانب، التأمينات أيضاً عندها برنامج قبل برنامجنا بسنة، هي برنامج تدريب القانونيين، تاخذ أيضاً خريجين الحقوق وتدربهم، عندها تقريباً حوالي سبعة أشهر دورة تدريبية وتدربهم وتخرجهم، وفي تنافس قوي على هذا على هذه الدورة، أيضاً تقوم المؤسسة بتدريب وتأهيل هؤلاء القانونيين للعمل في المجالات القانونيه، طبعا كل هذا الاطار اللي قاعد نتكلم عليه طبعا هو من اجل جعل الكويت مركز مالي اللي هو مقوله سمو الامير اه انت بقول لك ايش معنى يعني هي. قضيه هي. مجال التقنيه ونظم المعلومات نعم. لكن اجل من اجل ايه نعم اللي هو انت على اساس تكون مركز مالي تحتاج الى بجانب الخدمات راح نتكلم انت جزء من طبعا هو اول شيء مقومات اي مجتمع مقومات اي مجتمع بجانب اذا يكون عنده موارد ماليه يكون نظام امني ونظام سياسي زين ايضا هناك موضوع التنميه المستدامه التنميه المستدامه انك نعم. يعني انت تنمي هذا المجتمع والانسان محور هذا التنميه الانسان هو محور هذا التنميه نعم. فهو الغايه والارتقاء فيه تودي شوي شوي تعلمه هو هدف بحد ذاته يقدر لان احنا ودنا نغير فكره فكرة ان هذا الكويتي اللي كان اول نعينه على اساس على اساس بعد اجتماعي يعني نبي نكوت الناس، لا الان نتكلم على الكويتي الانسان المنتج اللي يقدر يفيد يعني يكون انسان تنموي ومنتج في نفس الوقت، فالبرنامج هذا في الواقع يشجع على هذا التوجه، يشجع على هذا التوجه. ابو احمد متى بديتوا فيه؟ بالضبط. احنا صارنا أه الحين احنا 2011 الان، نعم. 2010 2009 بدينا في 2009. وش كثر الاقبال عندكم؟ الاقبال، الاقبال عندنا والله على احنا متعاقدين مع شركة اي بي ام، الاقبال في حدود 20 نفر حاليا، طبعا اكثرهم نختبرهم ناخذ بس 20 نفر، ناخذ بس 20. ها يعني مو كلهم؟ لا, لا لا بس يقدمون ش... امتحان. شنو الشروط يعني اللي يكون حتى انت تاخذون او تغربلون من الطلبة اللي تقدمون وليش؟ احنا طبعا احد الاشياء اللي اللي شفناها ان اول مره في البدايه كونه يعني اخذنا موافقه مجلس الاداره ومدير العام طبعا هو مشرف على البرنامج يعني مباشر يسال عن البرنامج سيد فهد الرجعان فاحنا نستقبل الطلبات زين واخترنا طبعا شركه اي بي ام ليش اخترنا شركه اي بي ام قبل اخترنا, اخترنا, اخترنا شركه اي بي ام لان في الواقع هذا البرنامج يعطى في مصر ايضا، ويعطى في السعوديه، ويعطى في البحرين، ويعطى في فنزويلا، فشركه اي بي ام رائده، احنا اليوم نبي نعطيك شهاده عشان تقدر تشتغل فيها، مو شرط تشتغل بالكويت، اشتغل في الخليج، اذا طلعت برا تبي تنمي قدراتك تقدر تشتغل برا، فعشان كذي اخذنا مع شركه عالميه، مع شركه عالميه رائده في عملية التدريب، رائدة في عملية التدريب. فلما سوينا في الواقع الموقع الالكتروني يدخلون عليه، مجموعة من الناس قاعد تدخل على على هذا الموقع حوالي 30 25 وعشرين نسوي موقع. موقع نعم موقع، يدخلون عليه في موقع، في معلومات عنه وكل دورة في موقع يدشون عليه ويسجلون هالموقع، بعد ما يسجلون تشوف شهادتهم، طبعاً يكون شهادة جامعية، تكون شهادة جامعية، نسبة نسبة اللي هو جيد جداً منخفض. اللي هو نسبة القبول دي جدا منخفض ال وبعدين نسوي له مقابلة بعد المقابلة شفناه مستوفي لشروط الدخول هذا نقول له حياك الله عندنا امتحان امتحان لغة وامتحان امتحان قدرات ثم امتحان في مجال الكمبيوتر طبعا الهدف من هذا لانه واحد من جامعه الكويت، واحد من جامعه من امريكا، واحد يجيك من جامعه من جامعه اللي هو الجامعات الخاصه اللي هو يا, يا الخليج يا الامريكيه، نعم. فانت ودك هذول جايين تبي توحد تاخذ تاخذ منهم تعطيهم مستوى معين من الاختبارات حتى تقبلهم، لان كل واحد جاي كل واحد جاي من الجامعه ويحمل في الواقع مناهج هذه الجامعه، مناهج هذه الجامعه. نعم. أه ابيك تعطيني لمحه عن التدريب تكلم لي ابو احمد لمحه عن التدريب المؤسسه من زمان قامت في التدريب طبعا اول ما انشئتهم هم دربوا في الواقع في البدايه سنه 77 واحد عشرة سبعة وسبعين إنشاء المؤسسة بتسعة وسبعين بدوا في الواقع التدريب بدوا التدريب مع مع أيضا مع شركة أمريكية دربوا أهل الكمبيوتر لو صح اللي هو متعينين في الكمبيوتر أو في الحاسب جهاز الحاسب الآلي دربوهم وبدأ بدأ هذه ثمرة التدريب الآن قاعد والأنظمة ماشية والإنتاج يعني انتاج الانظمه والبرامج اللي في الواقع تخدم هذا القطاع الشريحه الكبيره من اللي يزورونه من المؤسسه واعتقد يعني كل من يشوف المؤسسه ويقيم 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 عملها. في البدايه طبعا كانت خاصه لموظفي المؤسسه، اخذنا استقبلنا ناس من البنك المركزي دربناهم اخذنا استقبلنا ناس من البنك التجاري استقبلنا ناس من عده جهات وقمنا ندربهم شوي شوي طبعا الرؤيه على الوضع كبرت الرؤيه الى ان وصلنا الى الان عندنا برنامج خاص لخريجين الحال نظم تقنيه المعلومات وبرنامج خاص للقانونيين للقانونيين في المؤسسه قديما طبعا الفكره موجوده موجوده والدليل على هذا تكلمت انا في البدايه اللي قلت عندنا شركه في نيويورك اسمها وفره نيويورك الان صار لها 13 سنه خرجت 70 شروطها جدا صعبه خريجين ام اي تي باربعه بوينت، اربعه بوينت خريجين ام اي تي توب هذا بعد اربعه أربع بوينت، توب اي, أي, التوب أي بوينت. طبعا نعم. آه هذه تكلمت لنا مقدمه عن البرنامج اللي تقدمونه تقنيه نظم المعلومات. نعم. نبي نعرف شنو مراحل التدريب يعني انا الحين كطالب على فكره تاخذون انتو ثانويه ولا جامعه احنا ناخذ خريجين جامعه خريجين جامعه ثانويه لا لا نهائيا نهائيا زين ايه أنتم الحين تقدمون لكم 60 خذيتوا 20 نعم شنو مراحل التدريب؟